الكل حيتعلم، بس الفرق حتتعلم متى وفين وعند مين، لأن الاختيار حيكون قرار مصيري يعيش طول العمر. فتحتاج مشفى، مو مجرد مستشفى. تحتاج ملائكة رحمة، مو مجرد مقدمين خدمة. تحتاج الخبرة العريقة، مو مجرد مشاهير. تحتاج تتعلم، مو تتلقى. تحتاج تتعلم صح، وهنا المكان الصح. صرح طبي تعليمي عملاق حنتذكره طوال مسيرتنا، إنها كانت بداية خير وبداية صحيحة وبداية قوية. إحنا الدفعة الجديدة 2019، فخورين كوننا من خريجين المركز الطبي الدولي.